النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير تقريبا إلى تواجد كميات من السحب والغيوم قادمة من البحر الأبيض المتوسط، تتجه باتجاه المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة. هذه السحب أغلبها من النوع المتوسط والعالي وغير الممطر. خرائط الضغط الجوي تشير أيضا إلى أن عموم مناطق بلاد الشام والمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط لا تزال ضمن تأثير المرتفع الجوي المسبب بعد مشيئة الله إلى حدوث حالة الانحباس المطري والاستقرار غير المعتاد على الأجواء في هذه الأيام، والمتوقع أن يستمر خلال الأيام القليلة القادمة. الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الأجواء غالبا غائمة، ستكون بسحب متوسطة وعالية، درجة حرارة الصغرى هذه الليلة 10 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى، وهناك نشاط للرياح ما بين الحين والآخر الذي قد يزيد من الإحساس بالبرودة. أحوال الطقس متوقع خلال 3 أيام القادمة تكون على النحو التالي. إذن يوم الخميس من 17 نهار إلى 8 درجات مئوية ليلة، مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية، درجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، إلا أن درجات الحرارة الملموسة قد تنخفض أحيانا بسبب ازدياد سرعة الرياح الجنوبية الشرقية على فترات. يميل الطقس الدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. أما يوم الجمعة فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في العاصمة عمان، درجة الحرارة العظمى 16 درجة مئوية نهارا والصغرى 8 درجات، مع بقاء الأجواء بوجه عام مائلة للبرودة نهارا. ويوم السبت 16 إلى 9 درجات مئوية، مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في هذه النشرة الجوية الرئيسية. تفاصيل أوفى تجدونها في النشرات الأخرى. دمتم بخير، إلى اللقاء.